ساعات كتير تبقى البدايات واحدة، الشغف متساوي، المهارة متكافئة، والجهد هو نفسه. بس النتيجة للأسف بتختلف. في فرق كبير بين إنك مجرد تحلم وإنك تحول حلمك لحقيقة. النتيجة بتعتمد على الفرص. سجل دلوقتي على منصة دكتور جوب وهتلاقي فرصة الوظيفة اللي تتمناها، سواء دوام كامل أو حتى فريلانسر. دكتور جوب، يصل النقاط.